واضح ان انتوا بتحاولوا تحافظوا على التراث المصري في الكولكشنز بتاعتكم، كولكشن ورا التاني ورا التالت، كلهم يعني الانسبيريشن كده بتبقى جايه من الفراعنه ومن مصر عامه. بس مش بيجي مره كده وانت بتجهزي الكولكشن الجديد تحسي ان لا خلاص مفيش افكار، الافكار خلصت؟ لا لا خالص، الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله. لا اصل تراثنا غني جدا وتراث العالم غني جدا، احنا مش مقتصرين بس على مصر بس. قد كده انا متولعه مصر، ان عمال اعمل في مصر بس. ساعات ممكن نشيت نروح بيرجا مثلا ولا نروح، بس لا المصري غني جدا بتراثه، فجميل يعني. وبعدين حتى لو احنا مش عايزين تراث قوي، ما فكرش قوي في التراث، برضو مغرمه بارض مصر. يعني ممكن ابص على الجبال في البحر الاحمر او في سيناء او واحلم في الجيولوجيا بتاعت الارض واحلم، لان غنيه في كل حته تشوفيها، صح؟ بحر، جبال، شمس، هواء، يعني جميله طبعا. يوم حضرتك بيمشي ازاي؟ بتروحي بنفسك المحلات دايما ولا المصنع، ولا بترسمي بس في المكتب، ولا بتعمليه ازاي؟ لا المصنع كل يوم، يوميا مع العمال. يوميا مع العمال بتبشري بايدين حضرتك بنفسك على الحاجة. انا هنا بقى لازم اقول حاجة، لان يعني هو المتحف والدتي. ممكن؟ طبعا اتفضلي. عايزة اقولك ان الميكس اند ماتش ده كله بنى على كتافها، مش كتافي انا. فعلا يعني انا ديزاينر وطبعا دايما معاها، يعني اتس فاميلي بزنس. هو والدي لما هي كان والدي كان في الخارجيه، وكنا بنسافر دايما 4 سنين بره ونرجع سنتين في مصر، فهي عمرها ما اشتغلت في حياتها. كانت حرم حد في الخارجيه وعزايم، وعمري ما شفتها مره بتقول لوالدي مثلا لا ما تجيبش الناس، ما عنديش حاجه تتاكل، ولا حتى لو ما عندهاش مدبره وتخش وتعمل حاجه من لا شيء. هي فلما والدي طلع المعاش انا كنت هسافر ادرس في امريكا. انا درس علم نفس جامعه امريكيه، بس كنت عارفه ان مش ده اللي عايز اعمله، عايز ادرس ديزاين. فاخر سنه وانا بتخرج كان ابويا طالع على المعاش، وهي عارفه ان انا عايزه اسافر، ففتحت مصنع عشان تقعدني، عارفه ان انا بحب الديزاين يعني. فالقصه كلها ابتدت عشان يقعدوكي في مصر. يقعدوني في مصر. فحصل ان احنا عملنا سمول كولكشن وكنا بنوزعها على المحلات، ولقينا فيه ديماند جامد جدا. السوق كان محتاج حاجه. اول ما فتحت شقه في الزمالك دي عملت خط انتاج على طول، يعني مش مشغل مش حاجه زي. خط انتاج ودخلت في ومن هناك نقلنا على البراجيل. يعني عندنا 10 سنين نقلنا على البراجيل 10 سنين، رحنا 6 اكتوبر 10 سنين تانيين. و10 سنين 6 اكتوبر كانت حلوه لانها معفيه من الضرايب اول 10 سنين، فالشغل كان حلو.